وحول آخر التطورات على الأرض نعود مجددا عبر الهاتف من الموصل. ينضم إلينا الفريق عبد الوهاب الساعدي قائد محور جهاز مكافحة الإرهاب، مرحبا بك معنا سيادة الفريق. مبارك عليكم النصر على تنظيم داعش في الحويجة مبدئيا، وسؤالي لك، هل هذا النصر كامل؟ هل هناك فلول؟ هل بعض العناصر متبقية ما زالت في الحويجة، أم أنه تم القضاء على كافة أفراد التنظيم وعناصره في هذه المدينة؟ مرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا. احنا نبارك ليس للعراقيين فقط وانما للانسانيه جميعا للقضاء على هذا التنظيم الذي لا يموت الى الانسانيه باي صله، والجرائم اللي ارتكبها ليس في العراق وحده وانما في كل دول العالم. الحمد لله استطاعت القطاعات العراقيه من تحقيق نصر سريع، وتم القضاء على كل الارهابيين المتواجدين داخل الحويجة. ربما يكون هناك بعض العناصر هاربين ومختبئين في بعض المناطق المحيطة، لكنه سيتم القضاء عليهم قريبا جدا. نعم، إذا عمليات التمشيط خلال الأيام المقبلة ستكشف مزيد من التفاصيل عن ما تبقى من عناصر تنظيم داعش. ما الخطوة المقبلة اليوم؟ ماذا بعد معركة الحويجة؟ يعني مثل ما هو معروف لديكم أنه لم يتبقى إلا راوة والقائم، وهو شريط الحدودي مع سوريا، ومن مناطق من المنطقة الغربية، لأنه الحدود الشمال الغربي تم تطهيرها، أما الحدود الجنوبية الغربية اللي متمثلة بمنطقة القائم وراوة هذا ما تبقى فقط، وإن شاء الله قريبا سيتم تطهير هذه المناطق. نعم، سمعنا عن أرقام تقريبية تتحدث عن ربما من 400 إلى 500 قتيل ضمن صفوف تنظيم داعش، هل هذه الأرقام دقيقة إلى حد ما؟ يعني بالتأكيد هناك سيصدر بيان من قيادة العمليات المشتركة يبين به تفاصيل الخسائر بشكل عام، لأنه هناك عدة محاور وكل محور يعطي مواقف إلى القيادة، سيتم إجمالها بتقرير موحد وببيان موحد من قبل قيادة العمليات المشتركة. إذا لا توجد أرقام دقيقة وإحصائيات دقيقة حتى اللحظة. شكرا جزيلا لك الفريق عبد الوهاب الساعدي قائد محور جهاز مكافحة الإرهاب، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من الموصل.